بشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا التفوق اللي أكرمني فيه. ثانيا بحب أشكر كل أهلي وحبايبي وأقاربي، وأخص بالذكر والدي اللي ما قصروا معي بشيء. الحمد لله كانت الفرحة لا توصف، فرحة التفوق هي فرحة لا تعادلها فرحة. ربنا أكرمنا بمعدل الحمد لله بترتيب الثاني على مستوى فلسطين والأول على مستوى قطاع غزة في الفرع الصناعي بمعدل 99.1 الحمد لله. بفضل الله سبحانه وتعالى والاجتهاد، وأن الواحد ما يراكم على نفسه من دروس ويتابع أول بأول، إن شاء الله بيتجاوز هذه وإن شاء الله بيحصل على معدلات عالية إن شاء الله. أول شيء أنا كنت بدرس أول بأول، ويعني كنت مجتهدة في الدراسة لدرجة قدرت أنا أحصل على المعدل اللي أنا بدي إياه. كنت بعمل جدول وبمشي عليه وبراجع أول بأول، ومساعدة أهلي ودعاويهم إلي كمان، والبيئة اللي عايشين فيها وفرنا بيئة مناسبة يعني علشان نقدر نراجع أول بأول وندرس. الحمد لله يعني كنت متوقعة أفضل من هيك، بس يعني الحمد لله بنقول دائما وأبدا. وبالنسبة يعني لطبيعة الدراسة، إحنا الثلاثة كنا نساعد بعض في الدراسة، ويعني دائما كنا نقدم امتحانات مع بعض، نماذج يعني دائما كنا نساعد بعض. والحمد لله يعني بهدي نجاحي لماما وبابا واهلي واحبابي واصدقائي، ويعني كلهم عمامي اخوالي، كنا نساعد بعض زي ما قلت لك. ويعني كنا مثلا ننظم مثلا هيك زي القعده ونقعد ونقدم امتحانات مع بعض علشان نتدرب على اجواء الامتحانات، يعني يروح التوتر عنا شوي. كانت دراستي عباره عن اول باول، ولكن دراسه معقوله، يعني بلشت من اول سنه ادرس، بس ما بلشتها بس بفول تايم دراسه، بلشت بساعة وساعتين يعني أول السنة، ولكن نهيتها أني أنا صرت أدرس اليوم كامل، وكنت أطلع كنت أنزل، وكان يومي طبيعي جدا، ولكن كنت حريصة أنه كل إشي أخذه أراجعه. بالعكس كنت أخذ درس وكنت أدرس ملازم ودفاتري، كنت يعني بقولوا عنهم مشتتات هدول، كنت أدرسهم كنت أطلع، كان مثلا معلش دراسة ما عدش أقعد أراجع، مثلا أطلع وكنت أحفظ قرآن. الحمد لله أنا خلصت، وهذا كان عامل كبير كتير اللي برضو أني يوفقني ويوصل لهاي المرتبة، طبعا هو علاقتي بربي وحفظ القرآن. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالبة هبة عبد الله وجي أبو بطنين، الحاصل على معدل 98.6 في الفرع الأدبي من مدرسة بيت المقدس، وأخي الغالي الحاصل على معدل 99.1 من مدرسة هارون الرشيد من الفرع الأدبي أيضا. يعني أشياء صعب، مثلا أنا صعب من أشياء أقول له وجي مثلا لو يعني فهمني مثلا أشياء، وهو مثلا يجيني يقول لي يا هبة في أشياء هيك يعني أشياء صعبة، نتعاون الحمد لله إخوة يعني من ضمننا، والحمد لله رب العالمين. مشت سنة برضو كانت صعبة، بس الحمد لله إحنا اثنين تخطيناها مع بعض بكل محبة وسرور. يعني قائمة لازم مع بعض ندرس هيك فترة الامتحانات، نراجع مع بعض قبل ما نطلع الامتحان، نعمل جداول مع بعض، والحمد لله كل ربنا ما بضيع تعب حدا، والحمد لله يعني تفوقنا. اسمي رهف بديش حبر، معدلي 95. اولا الصراحة قعدنا كتير سنة كاملة ندرس، بس في الاخر اجت الامتحانات صعبة كتير، وانا الصراحة توقعت اجيب اعلى من هيك، بس خلص الحمد لله 95 يعني كويسة الحمد لله. ما بعرف، في كتير ناس بقولوا زي هيك انه بدرسوش كتير بس في الاخر بيجيبوا معدل، كل واحد حسب زي ما بقولوا قدراته. انا الطالبة فرح محمد سالم البريم، حاصل على معدل 98.6 من مدرسة بنات الخنساء الثانوية. يعني الحمد لله كانت السنة بدايتها حلوة، كل ما مر الوقت كان بتزداد صعوبة يعني لآخر فترة، وكان يعني الحمل كليته بآخر فترة والاجتهاد كان لازم بآخر فترة، والحمد لله.